مشاهدينا أهلا بكم. اليوم هو الذكرى 41 لتحرير سيناء، وبهذه المناسبة ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلمة تضمنت عدد كبير من الرسائل الهامة للشعب المصري. بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه وقال إن سيناء هي عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري العظيم، كما أنه يتوافد إلى سيناء إرهابيون وتكفيريون من كل مكان، هدفهم الرئيسي فصلها عن الوطن من خلال نشر الرعب والإرهاب، وإنهم يظنون واهمين أن بمقدورهم إرهاب جيش مصر وشرطتها الباسلة. كما أكد الرئيس السيسي أيضا على أن التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الحرب على الإرهاب في 10 سنوات الماضية ستحكي عنها الأجيال لأزمنة طويلة قادمة بفخر وكبرياء. وأكد أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي أن معركة تنمية سيناء تتطلب جهودا ضخمة وإخلاصا للنية وصبرا على العمل، مؤكدا على أن تحرير سيناء كان تحريرا للكرامة المصرية وانتصارا لصلابة وقوة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط والإعداد والتنفيذ. وأشار إلى أن احتفالهم اليوم بعيد تحرير سيناء يتقدم بالتحية والعرفان إلى أرواح شهداء مصر الخالدين الذين دفعوا ضريبة الدم فداء للوطن، وإلى المصابين الذين قدموا من أجسادهم وصحتهم بغير حساب. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا على أن البعض يظنون واهمين أن بمقدورهم إرهاب جيش مصر وشرطتها الباسلة، إلا أنهم نسوا أن هذا الجيش العظيم والشرطة الباسلة مقاتلون أشداء لا يخشون الموت في سبيل الله والوطن. ومن جانبها قدمت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات ورجال القوات المسلحة وجموع المصريين بمناسبة الذكرى 41 لتحرير أرض سيناء الغالية. وقال قداسة البابا طوادروس في برقية التهنئة أنه عادت لنا أرضنا بفضل الجهود الدبلوماسية وسبقتها دماء غالية بذلها أبناء مخلصون من رجال القوات المسلحة. وأخيرا أكد على أن تمسك مصر بالسلام خيارا أساسيا يمثل أحد ثوابتها التاريخية، وساهم بقوة في رجوع أرض سيناء بكاملها، وأننا بدأنا بالفعل نرى ثماره حاليا بمسيرة التنمية الشاملة التي انطلقت على أرضها بعد أن نجحت الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب. هذه كانت مشاهدينا أبرز التفاصيل عن كلمة الرئيس السيسي في الذكرى 41 من تحرير سيناء. إلى هنا تنتهي تغطيتنا. لمزيد من الأخبار والمتابعات تابعونا على موقع صدى البلد الإخباري. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.